السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه انتم والناس الاعزاء عليكم. كنتمنى ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ودبروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء. اليوم اخوتي قصدتنا البقايقو قصدتنا والمقصود الله، بغات النصائح ديالنا حيت غدا عارضه عليها شنيتيكا ما عرفت ما تدي لها في الهديه. انا غنعطيك واحد الهديه، شوفي بغيتي تفرحي شنيتيكا دي لي واحد جوج قطات ديال الخرشف، فكريها في الزمن الجميل، خبار في راسك وديها البقايقو، أحسن هادي هي شنيتيكا، دي لي واحد جوج حزمات ديال الخرشف يكونوا كبار نيت. غندوز نسمعكم البقايقو أخوتي، وعطيوني الرأي ديالكم في التعاليق. خير نموت، مبغيتش تكري، والله إلا فرحت سوالكين كنفكر شنو غادي ندي. قلت لك الخرشف. شدي زعما، والله ما عرفت والله ما عرفت، شنو كيديو في المولود؟ انا شفت الفيديو ديال ميمه دابا كلشي تما الدجاج كاين اللحم انا ما عرفت قلت له الديسير اذا غادي يشريو الديسير ما غتفك منه الحلوه راه عندها بحال هذاك اللي عندي انا راه عندها باش ندير شي كيكه ولا شي حاجه ما عنديش الفران اير فراير ضيعه على البطونه زعما لقيت السبه انا اييه الرغيفات ديتهم لها داك النهار تسمع شحال ديت ليها ديت لها واحد الربعه واحد غاديه ما عرفتش شنو غادي ندي والله العظيم واش ندي شي طارت شي حلوه ما كنفهمش في داك الحلاوي ما كنعرف حتى واحد كيصاوب الحلاوي ما عندكش الدراع والله ما عرفتش شنو غادي ندير قسما بالله ما عرفتش شنو غادي ندير نقدر نمشي بيدي خاويان يطلعوا عليا شي فيديو ناض يضحكوا عليا تما ويدلوني ولفت الدل صافي هاكا البارود البقايقو قالت لك يدلوني وراني ولفت الدل لا 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 راك انت اللي دالهم راك البقا راك ماشي اي وحده راك مرت بكري شد ديوتي وزيد قدام فهمتي البقا انت اللي غدفعي كبير في ديك الحفله وهزيني فيك السما وخلي العاقه تحنا على رجليك تبوسم لك وتطلب منك السماحه ديك السماحه اللي ما طالبتش من امها ديرها لك انت عرفتي علاش ديرها لك انت حيت انت مرا ونص فهمتي انت مرا ونص ولا لت العيالات الحرات اللي شديتي على العاقه الدليل ديال زين المحارم شاده عليها خليها هي اللي تدل حاشا واش تدلي ليهم انت البقايقه انت راك بنت شكون وشكون وعائلتك ما عرفت شكون وشكون يا البقايقه هزي من كرامتك قالت نزلي من كرامتك ومن قيمتك سريعة ومن لا يعرفوها حاملة المشعل تجي عاقد دلك لا 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 دليها وجرجريها ومرمديها هي وشنيتيكا وباقي لك هذا البيضوفيل تاهو شدي عليه الدليل ودلي لي هذيك الأسرة لعبيهم حاشا باش تكوني مدلولة هما اللي يدلوا برجليك مبقى جاي مني تا حاجة غنمشي بيدي خاويا نقول جبت لكم أعز حاجة وأغلى حاجة في الدنيا جبت لكم زنوبة هاكو سمعوا الرسائل المشفرة زيدي بوسوها ونمشي بنتا المشاش العظيمة ديال الدجاج بنانين مع ميمة الله يعطيها الصحة كداك الشي ديالها ناضي وحق الله داك الطياب ديالها وار سمعوا الإيحاءات الجنسية والله ما عرفت وقيلا غادي ندير لهم هاد الفلاش هذا باش يطلعوا عليا الفيديو ونمشي زاوية ولا نمشي ندي شنو تنوض عليهم ولا تنوض عليهم والله زرورة ميمة هاكي هاكي في يدك ميمة بلقيس ما نجيب لك كتضحك عليك شنو بغات عندي ما ندير نجيب لهم ما عرفتوش غنجيب لهم عندي الزريعة واقيلا نجيبهم عليها والله ما عرفت هاد بنادم ندي فيها وكي جافة ولا ندي زريعة ولا ندي مناضة يكونوا شراوها دجاج تما لحم تما ديسير تما الحلوة ما كنعرفش شي حد كيصوبها لي خصك تكون بالكوموند شنو غادي ندي ندي واقيلا الحوت شي جوج شرنات وينو باقي كتفكر ديك المتابعة عرفتو العراضة اللي غادير له بنا جوج شرنات سنات نص كيلو تسردي هي هارب لي وقيلا ما تشهيت الحوت عاوتاني بغيت ناكل الحوت اي ماما بغيت ناكل الحوت وينو 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 البقة بغات الحوت جيبوا لي الحوت هادي عارف لها بلاتي نجيبو عليها
انا ما عرفت هاد البنات ندي فيها وكي الجافة ولا ندي زريعة ولا ندي مناضة يكونوا شراوها دجاج تما لحم تما ديسير تما الحلوة ما كنعرفش شي حد ديها كيصوبها لي خصك تكون بالكوموند شنو غادي ندي ندي واقيلا الحوت شي جوج شرنات باقي كتفكر ديك المتابعة عرفت العرض اللي غدلوبنا جوج شرنات استنات نص كيلو السردين يما يما تشهيت الحوت حوتاني بغيت ناكل الحوت ماما بغيت ناكل الحوت ايوا ما عرفت والله محطانة. ما عرفت البنات رمي ولي رمي ولي في تعالق شي اقتراحات رمي خرشف ولي ديلا خرشف. هتكوني هتكوني واخا انا عاجبني الحال مشي بيدي خاوي خرجي من رونتك قلت لكم ولفت الدل صافي مابقاش كيهمني دابا ولفت الدل. ويلا باش نهني راسي يلا عطوني شي اقتراحات الفتيات العزيزة المهم اهم حاجة قلت لكم اهم سكوب ايه خرجتو من عندي انا وهو انني انا معروضة. معروضة في ديك المناسبة إيوا شوف المناسبة عرفناها هي البيدوفيل بغا يدير صول بينك وبين العاقة غنعاود نهضرو بحالك هادشي اللي كاين غدا فيديو ديال الصلح مع المناسبة غدا مع الذكرى ديال مولد النبوي غينوضو غيديرو الصلح ما بين العاقة والسريعة اللي هما مصالحين شحال هادي والسريعة دالاهم والسريعة اللي مخطط لهادشي وقالت لك أنا غا معروضة أنا غا معروضة ولكن باش كتعجبني البقايقو كدل فيكم واش ندير لهم الزريعه واش نطلع كطلع عليهم الفيديوهات كتشاجر بيكم البقا والله الا كتطلع على الكوانب كتسعى في نفس الوقت انا ما عنديش انا هادي ونطلع على الاسره المشوهه باش عاجباني قدال لكم داك الدل اللي كتقول لي مول فاعله والله الا كتمارسوا عليكم نتوما بالله الدل المدلل كتمارسوا عليكم جا عندي كتخدم بواحد بواحد تخدم بيكم وكتشطحهم اخوتي بحال هكا دوز هكا دوز هكا شنيتي كرجعي لهنا دوزي هكا حيت في يدها تصيفطهم ولا تخرجهم اش كنقول لها انا ماشي انت حاشا باش تكوني مدلوله هي مدلوله ولكن بالنسبه للاسره المشوهه هما اللي مدلولين وفي يدها هما اللي تحت الصباط وتحت الرحمه ديال لالهم البقا واللي قالت البقا ولا تجي فيهم دقه وتعطيهم بالمطرقه البقره ما تزقلهمش البقره تقول لهم الله يقرب لها ديك البقايق راه عامل شدت لها السعاد اش كنقول لكم هاد البقه راه خطيره وخطيره بزاف جاب الله ما كانت السعاد مسكينه بوحدها ما عقلتش ملي كانت كتجلس البنات وكتقول لها غنضربك ببناتك وغنخدم ببناتك وغنتاجر ببناتك وغنضربك بكرشك وسعاد كتبكي مسكينه وخارجه في الليل ودايره الله يبارك مع وحده الليل وما كانتش كترحمها علاش هاد العائله سرهم وحده بحال السريعه قسما بالله الى ربي بدل سعاد بالسريعه جاب لهم هاد السريعه هادي كتخرج منهم داكشي اللي ما داتو السعاد كديروا فيهم هاد السريعه وبالنسبه لي انا عبرت عليهم والله يزيدهم والله يقرب عليهم تحياتي لكم اخوتي العزاز اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج